بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم الزرف الاول، مرحبا بكم احبابي احبابتي كامل. ان شاء الله لا فيديو تاعي تلقاكم كامل مهنيين. ان شاء الله اليوم راكو لاباس، راكو خير من اللي يعني خير من اللي كنا، خير من اللي كنتو. ان شاء الله ربي يصلح الحوال، وان شاء الله ربي يهنينا، ان شاء الله ربي يهدي النفوس، وان شاء الله ربي يجيب الحق اليوم. ان شاء الله اللي روح ان شاء الله ما ينعاد، وان شاء الله اليوم اللي يجي خير من اللي قبله. هذا واش نتمنى. وهنا كيما راكو تشوفوا بديت معكم، راكو تشوفوا الشتاء، هذيك المغبره هذيك تاع الغبره تاع التراب. واش نقول لكم، نهار طيح يعني نشد قلبي، لانه على بالي بلي الصباح لازم نسيق لا تيغاس. واش نقول لكم، شغل كبير لازم نجوز عليه. شوفوا هنا تانا وين نطلو، راكو تعرفوا لي بيجون الحمام لازم دائما ان كوتشيفون. نوصيكم يعني اذا حبيتوا يعني شويه حسنات شويه تاع ما قطره سيقوا، يعني اذا عندكم بالكون ديروا قطره تاع ما، ارموا الميمان هكذا على جال الحمام على جال الزواوش، باش ديما يلقاو يعني الماء يرواو منه مع هاد السخاين. نرحموا الحيوان باش ربي يرحمنا ان شاء الله في الارض بيكون معنا. شوفوا هاد لاتيغاس راهي في حاله، واش نقول لكم، مع السخاين بالسيف باش كملتها. مي معليش، المهم جست هنا الميناج ديريكتومون، رحت لا ماشينا لافي. هاكو تشوفوا الحوايج، جو بروفيت. اللي سقساوني قالوا لي ما عندك الماء، كيفاش الماء؟ حنا الماء كيما كامل الناس يجينا نهار على نهار. وشنو لازم كيجي الصباح نوض بكري باش نخدم شغلي، جو بروفيت هكذا باش لي سيتيرن توجور يقعدوا لي معمرين، دونك باش هما يشدوا لي هذاك النهار على نهار. توجور كيما راكو تشوفوا هنايا لو برودوي تاعي لو ديزانفيكتون، استعملت توجور لو لا ليسيف دوري فلور، لو ديزان لا ليسيف ديزانفيكتونت اللي يعني ريحتها اكثر من هايله. استعملت توجور لا دوسيسون توجور من عند دوري فلور، هذا لو بوشون بلو. واش نقول لكم، يخلي لكم واحد الريحه في الحوايج، سورتو اذا كان عندكم دي سيرفيات دي درا. اللي سقساوني على لو مود اللي نخدم به، سي بيان لو مود رابيد، لانه الحوايج توجور يعني نقيقيين، يستاهلوا يعني غير غسله خفيفه. دونك انا نستعمل لا دوسيسون، المناعم تاع الملابس، يعطي ريحه شابه، الحوايج يخرجوا مفحفحين، يخرجوا ريحتهم شابه، اي بي يحافظ بزاف على كاليتي تاع لو تيسو تاعنا. ومع السخانه هذاك على بالكم، ننشروا الحوايج من ندور دور الزوج، نلقاهم يعني نشفوا كيما نقولوا حنا مقرقدين، يدخلوا يابسين. هادو هما يعني بارمي لي زافونتاج تاع السخانه ولا الشمس ولا الصيف، انه الحوايج ينشفوا لنا تمتم، سورتو اللي عندها يعني اللي تسع تنشرهم هكذا، والله غير ميم با دي فوا يعني ساعه زوج سوايع ندخلهم. نوصيكم ما تخلوهمش يطولوا في الشمس باش يعني ما تغسلكمش لا كاليتي تاع التيسو ولا الالوان تاع الحوايج. دركا نروح معكم لو ولا لا روبريك هذه اللي رانا يعني عجبتكم، راني نتقاسمها معكم فيما يخص سبيرولين. اكو تشوفوا هنا الصباح خفتكم بعد ما غسلت الحوايج وحطيتهم يتنشروا، نجوز ديريكتومون لا سبيرولين. هذه هذا نهار يعني قبل هذا هاد لا فيديو درتها يعني يومين قبل هاد لو مونتاج. دونك الصباح كي نوض الحاجه الاولى، نهار ناخذ سبيرولين ونهار ناخذ بروبوليس. بالنسبه للبروبوليس راح نهضر لكم عليه، كاين ملاحظه، سبيرولين ناكد ونعاود مغرفه صغيره كما شفتوا، اون توت بيتيت كويير يعني حوالي 1 غرام، لازم نفيكسيوها قلت لكم بعصره تاع القارص. هذه اللي ما عندوش القارص يقدر يرمي فيها تاع حبه تاع اسبيرين، عفوا ابساسي، هذيك الحبه اللي تدوب في الماء. يعني لو فيغ اللي موجود في السبيرولين قوي قوي بزاف، باش نفيكسيوه ولا نثبتوه لازم لنا عصره تاع فيتامين سي. والبنه هايل، انا نشرب كاس هكذا الصباح يجيني بزاف بنين، نشربه على الريق. وكما نقولوا اليوم نشرب سبيرولين، غدا من داك نشرب بروبوليس. بالنسبه للبروبوليس كنت قلت لكم في الفيديو اللي فاتت ونزيد نقول لكم اليوم، الناس اللي عندهم مشكل ولا الكواتر فالا مرض الكواتر ولا لا تيساج تاعهم طالعه يعني الغده الدرقيه، ما يشربوش البروبوليس. علاش؟ لانه هاد البروبوليس راهو يعني يمحي الدواء تاعهم تاع الكواتر، يعني كيما لي فوتيروكس ولا كل واحد واش يتناول. دونك ان شاء الله تاخذوا المعلومات هذه بعين الاعتبار. اما باقي الاعشاب اللي عطيتها لكم ما كان حتى مشكل، برك يعني ما تكثروش منهم، خذوا يعني دي بتيت ميزور، وكل نهار ديروا اون تيزان.
دوكا راح ندوز معكم. راح ندير اليوم كشتويه البروده، قلت ندير خبز الكوشه اللي يعني كنتو طلبتو مني المره اللي فاتت، قلتو لي يعني تقاسميه معنا بالديتاي. هذا خبز الكوشه الان نديرو يعني بسميد، نديرو بالفرينه، نديرو سميد وفرينه، نديرو بالقمح الكامل. المهم العام اللي فات هذا الوقت كنت تقاسمت معكم كامل وصفات خبز الكوشه كما قلت لكم بالدقيق القمح الكامل ولا بالفرينه ولا سميدو فرينه. اليوم حنديرو بالفرينه، حيجي ساهل بزاف. دونك هنا درت كيما شفتوا 3 كيسان تاع فرينه، غربلتهم 3 فيغ دو فارين بيان تاميزي، درت لهم غير فتاع الخل اللي يعني يعتبر محسن في هذه العجينه، وندير حفره في الوسط كيما راكم تشوفوا. نحط فيها اون كويير تاع خميره الخبز مغرفه تاع شا تاع ليفيغ بلونجير، ونزيد معاها مغرفه تاع السكر اللي حتعاونها باش تختمر. بيان سور نزيدو عليها شويه تاع الماء دافي، نخلي هذيك لو ميلونج يعني يختمر شويه، حوالي 5 دقائق. شوفوا كيفاش يتفاعل، تخمر لنا ولا هذاك لو لوفان يخمر. ودركا ندير مغرفه هكذا تاع الزيت، تحبوا ديروا زيت تحبوا ما ديروش، لكن الزيت يعطيكم هذيك المغرفه تاع الزيت يعطيكم خفه شابه للخبز تاعكم. ما بقى لي دركا غير نلم العجينه تاعي بالماء، ما هادي يعني ما تاع الغوبيني ولا تحبوا شويه دافي ما كاش مشكل، على كل حال كي تكون سخانه ما كاش كامل مشكل. انا المهم نلم العجينه تاعي كي يكون هكذا غير فرينه ما نجريهاش بزاف، ويعني مع الوقت توالفوا تولوا تقدروا ميم كي تجروها تتحكموا فيها. ولكن بالنسبه للناس يعني اللي ماشي موالفين يديروا هذا الخبز، قسمها هكذا يعني العجينه تكون تلصق في اليدين، تكون طريه بزاف في البدايه، نلموها برك هكذا يعني ما نعجنوها ما ندولها حتى حاجه، نغطوها ونخلوها تخمر تريح شويه، ما نديروش الملح في البدايه حين تشوفوا معايا. نخليها تريح حوالي 10 دقائق، نغطيها كيما راكو تشوفوا ونعاود نولي لها بعد 10 دقائق. هذا الخبز بزاف سهل، على بالي حيدخلوا يعني اللي حينتقدوني ويقولوا لي خبز الفرينه والفرينه ماشي صحيه، لكن لا غالب دي فوا هذا يعني واش يصح لنا مع هذا الوقت اللي رانا فيه تاع الزربه ولا السخانه. كوشتو ولا غير طبنا مع هذه السخانه، جو بريفير ندير خبز كوشه بالفرينه في الدار وما نشيش خبز تاع برا. تبقى هذه يعني كل وحده حره في دارها. في نفس الوقت راكو تشوفوا هنا حندير معكم ان اوجا ولا عجه تونسيه معجه بالمرقاز الفلفل والطوماطيش، واش نقول لكم بنينه وتسلك سورتو يعني اللي عندها شويه بك تاع مرقاز تحيري تقولي واش حندير به. طبق هذا بزاف بنين، ماشي كيستيون تاع شويه برك، دي فوا يكون عندكم مرقاز وما كنتوش حابين تاكلوه يعني وحده هكذاك، تخمو كيفاش واش راح ديروا معاه. انا دي فوا يعني نديرو جوست مع لا بيغي، ولا هكذاك في الصيف نحب هكذا العجه. قليت هذوك الحبات تاع المرقاز ولما نحيتهم شويه، اذا كان المرقاز تاعكم يطلق الزيت دونك ديروا عليه ديريكتومون هذاك الزيت تاعو الفلفل هكذا، اذا كان عندكم طرشي خضر حمر كيما حبيتو، اذا كان ما يطلقش الزيت زيدوا شويه تاع الزيت، لكن اذا كان يطلق الزيت سي با لا بين. خلو هذاك، خليت هذاك الفلفل يتقلى وعاودت وليت العجينه تاعي هاي ليك بعد 10 دقائق. شوفوا بعد 10 دقائق تلقاو العجينه يعني بدات تختمر شويه. هنا نزيد لها الملح، ملح بيان سور كابوبخي واحد مغرفه تاع قهوه تاع الملح هكذا، وبيان سور نرشوها بشويه ماء ونبدا ندخل هذاك الملح. الملح هنا راح يسقم لكم لاباط تاعكم وتولي بلو ليس وتولي رطبه بين يديكم. شوفوا علاش نحب الخبز تاع الفرينه سورتو في الصيف، لانه في الصيف ما نحبوش نطولوا في الكوزينه. انا يعني من الناس اللي كي نطيب في الصيف نطيب يعني فريمون كاني دايره كرونومتر قدامي، يعني سباق مع الزمن قبل ما يسخن الحال كتر وكتر. دونك نخدم اي حاجه المهم تكون سهل لا ونسلك راسي بها. غطيت الخبز تاعي وخليته كيف كيف يزيد يخمر. هنا في نفس الوقت هوليك الفلفل تقلى مليح، دوكا نزيد نرحيت عليه واحد 3 حبيبات تاع طوماطيش، رحيتهم تحبوا تسكرفتوهم كيما حبيتو، ونزيدوهم مع الفلفل تاعنا. نزيدو نخليهم يطيبوا، نزيد عليهم اون بيتي ولا اون كويير سوب دو طوماط كونسونطري ولا مغرفه تاع معجون طماطم، ونزيد سنينات تاع الثوم. الثوم هنا اللي حيزيد يبن اللي هاد التكتوكه.
والبنه تاعها تجي يعني فريمون مخالفه تجي هايله. وهنا درت لها تابل اللي هو تابل تونسي، تابل يعني معروفه العجه التونسيه، هما يطيبوا بزاف التابل. انا ديته من عند ما قريت عليه بابا، اذا رحتوا لتما تقدروا تسقسيوه باك تقولوا له تابل تونسي راهو يتباع يجي بزاف بنين، سورتو هكا مع يعني شطيطها مع الاطباق التونسيه كسكسي تونسي. المهم نهضروا عليه ان شاء الله في وقت اخر، تقدروا وقتكم تلقاوها عند ما غريت عليه بابا. دركا هنا بعد ما بدات نشف شويه هذه التكتوكه، انا رجع حبات المرقاس اللي كنت نحيتهم قبل، طيبتهم من قبل ونحيتهم، نعاود نرجعهم يبقوا شويه في هذيك التكتوكه. فوالا هاي هيك العجه التونسيه، اسهل منها ما كاش، وصدقوني بنينه بنينه بنينه. سورتو نزيد نخرج لكم قلوبكم، سورتو كان ديروها وتدوها معكم البحر، واش نقول لكم. ان شاء الله ربي يخلف علينا ويرجعنا ليام الزينه ان شاء الله يا ربي، وتكون غير الصحابه كذا ما كان. هاي هيك هنا فقست عليها البيض، كي نقولوا عجه تونسيه لازم نختموها بالبيض. فوالا كما يقولوا التوانسه، اخوانا التوانسه نحييهم بزاف من خلال هذا المنبر، يقولوا لهم العظام. فوالا نكسروا عليها العظام ولا البيض تاعنا فوالا، ونرش عليهم في الاخير شويه تاع ملح شويه تاع فلفل كحل ورشه خفيفه تاع المعدنوس. هذه هي العجه التونسيه كما شفتوا بشويه تاع مرقاس، درت طابق يعني صيفي بنين تكتوكه بالمرقاس، يعني سي تري فاسيل. وشنو طيب بالمرقاس ونفقسوا عليها البيض تكتوكه بالمرقاس، هذه هي عجه تونسيه. يعني ما سي با كومبليكي. غطيت عليها وخليت هذاك البيض ينشف، ورحت دركا للخبز الكوشه تاعي ولا مطلع الكوشه. العجينه تاعي كما شفتوا ما درت لها لا عجنتها لا حتى حاجه، جوست ما دخلت فيها الملح هكاك ولات رطبه، خليتها غطيتها وخليتها هاي ليك خمرت ولات رطيبه ولات حنينه. انا سبورسا نحب هذا الخبز، يعني سلكني قلت لكم على بالي ماشي صحي 100% لانه مخدوم غير بالفرينه، ولكن يبقى خير من شي خبز تاع برا، لانه حتى الخبز تاع برا راه مخدوم غير بالفرينه. وناس اللي يحبوا يخدموا يعني وصفات بخبز الدقيق، خبز الدقيق القمح الكامل، راكو تلقاو الوصفات في القناه، اكتبوا برك الوصفه قدامي اللي ساكنه تخرج لكم، يعني كما يقولوا كل نهار واش ندير. لكن هذا سهل بزاف. فوالا لميت هذيك العجينه، كي نقول لكم 3 كيسان تاع الفرينه اللي درتهم يخرجوا لكم زوج خبيزات. فوالا زوج خبزات ملاح يعني كبار شويه ماشي صغار، وانتم ما اذا حبيتوا ديروا اكثر دونك ضعفوا المقادير بالنسبه للخميره والباقي، يعني ما تزيدوا حتى حاجه ما تبدلوا حتى حاجه، جوست يعني الفرينه. حطيت هذوك يعني الخبيزات هكذا فوق، رشيتهم بالفرينه وحطيتهم يريحوا حوالي 5 دقائق برك، باش من بعد كي نبسط طوم يجوني سهلين، يعني ما تجينيش العجينه ما ترجعش معايا. ويعني كيما راكم تشوفوا نخبزها بكل سهوله، كيما راكم تشوفوا العجينه راهي طريه. وهاد يعني لي طورشون هادوما اللي يتباعوا في الاسواق يساعدوكم بزاف كي تكون العجينه تاعكم هكذا يعني طريه وخفيفه. العجينه ديروا في بالكم بلي قد ما تكون طريه قد ما الخبز تاعكم يجيكم قطن ويجيكم خفيف ويجي يعني مهوي. تقدروا يعني تنشفوا العجينه اكثر من هكا، ولكن الخبز تاعكم من بعد راح يبس لكم تمتم. دونك انا بريفير نطريها ويعني نحاول نتعامل معها هكذا برك، يعني بشويه ترفدوها كي تشوفوها يعني لصقت في يديكم وانتم تبسطوها، يعني رشوا يديكم شويه تاع فرينه وسميد رطب، خلطتهم كيف كيف، خبزتهم عفوا هكا وخليتهم يريحوا. واش نقول لكم مع السخانه هذه من با، يعني واش نقول لكم واحد 10 دقائق شوفوا كيفاش خمروا معنا. نجيبوا هكذا لوحه نرشوها بالفرينه هذيك مخلطه بالسميد، ونقلب عليها الخبزه تاعي ونديها ديريكتومون الكوشه. انا نطيبهم في فرن تلمسان عفوا، لانه الفرن هذا يشعل من الفوق لتحت، النار تاعو قويه، وسنيوه تكون حطيتوها من قبل. شوفوا انا كيفاش يعني نقلبها، قلبوا سنيوه اللي تجي معاه هذه الكوشه، قلبوها هكذا كيما هكا باش تولي هي يعني اللي تخبزوا عليها، وتسخن مليح هذاك البلاطو يسخن مليح مليح، تمتم الخبزات تاعكم يطيبوا. صدقوني ما تاخذش ميم با نقولكم 3 دقائق 4 دقائق، تقلبوهم باش يزيدوا يطيبوا من التحت وتحطوهم ديريكتومون. شوف في الاول كي تجبدوهم الخبز تاعكم الخبيزه تاعكم يخرجوكم شويه يابسين.
ما يعني ما تخافوش وما تخلعوش كامل، تنفضوهم شوية من هذيك الفارينة والسميد، تغطوهم بالطرشونة وخلوهم حوالي 5 دقائق تعودوا ترجعوا لهم. واش نقول لكم، تلقاو واحد الخبز يعني كتر خير كي ربي، يجي خفيف ويجي بنين بزاف ويجي مقطن ويجي فارغ. تحبوا ديروه دي ساندويتش، تحبوا تغمسوا به كيما هكذا. العجة تاعنا هاي لك، راهي طيبة، راهي واجدة، جاب المرقاز واش نقول لكم، بنينه تقتل. سورتو كي تطيحوا في كاليتي مليحه تاع المرقاز. والخبز تاعنا راهو واجدها، ولكن قلت لكم نغطيه بالطرشونه هكذا واحد 5 دقائق برك هذا ما كان. هاوليك انا رجعت له، انا يعني صراحه شوفوا كيفاش يجي، يجي مقطن، يجي خفيف، ويجي فريمون طري طري طري. صراحه قلت لكم ما قدرتش نفتحه مليح قدامكم لانه كان فريمون سخون. هذا الخبز يعني قردي بزاف سخانه لداخل، شوفوا كي نفتحه لداخل وكانت واحد السخانه فريمون يعني قد ما قاومت باش نفتحه، ما قدرتش سخون بزاف، قلت لكم يقرطي بزاف السخانه. شوفوا كيفاش يجي خفيف، يجي ملح من الداخل. انا ما نحبش هذاك الخبز يجي يعني فارغ فارغ فارغ، ما يجي جلده من الفوق والتحت، نو نحبو كيما هكذا. سي بوغ سا نتوما كي لا حبيتو يخرج لكم كيما هكا، تبعوا كاع الخطوات اللي درتها معاكم، وما ما تحلوش رقيق بزاف، وتبعوا نصائح اللي عطيتهالكم. خبز خفيف، خبز بنين، مخدوم في الدار، انقي خير ما نروح نشريه من برا. وهذه هي، ونهار ندير خبز الكوشه، نهار ندير مطلوع، ندير كسره، ويا رايحه كل نهار واش نقدروا نديروا. المهم الصحه والهنا، ربي هنينا، ربي ان شاء الله يداوي الحوال، ان شاء الله ربي يهدي النفوس ويطبطب على قلوبنا ان شاء الله يا ربي. النهار اللي يجي النهار اللي يجي خير من النهار اللي راح. هذه هي، وعلى بالي كيما قلت مازلنا مجروحين، مازلنا يعني اوني توجور تريست، لكن الحياه تستمر. صدقوني والله راني نطيب ونحطوا لهنا ما كاش، يعني قلوبنا راهم مجروحين. نطلبوا ربي ان شاء الله يكون معنا ويعطينا الصبر ان شاء الله، وربي يعوضنا ان شاء الله، يعوض بلادنا الحنينه. ديما نقول لكم بلادي الله يداوي الحوال، وديما نقول لكم المجد والخلود لشهدائنا الابرار. ان شاء الله بلادنا تبقى ديما علامها مرفوع في السماء. تهلاو في روحتكم، ونقول لكم على بروشين ان شاء الله، وسلام سلام.